والله يا ابو جود، مع الكلام هذا انا اشوف هذه المفروض تسمى جولة التأكيد على صدق برنامج كورة، وعلى بعد نظر برنامج كورة، وعلى مرجلة كل من في برنامج كورة، وبالتأكيد بقيادة تركي العجمة الرجل المبهر. الله ولا يخليك. أجاملك، لا أجل مع الفاصل يا شباب، احترامي أجل الفاصل. تفضل عيدة تفضل أبو عيدة أميرة، خذ راحتك خذ إيه؟ راحتك أبو، أجل الفاصل أجل. برح لي برح لي إيه خذ راحتك خذ راحتك برح لي. أمي خذ راحتك. بكل أمانة، الجميع الآن يتحدث عن التحكيم، برامج أخرى، بعض الإعلاميين في تويتر بدأ يكرروا كلامنا، ويمكن وبدون مجاملة أنت أول من علق الجرس. وعدت أمس المقطع للجميع وكثير من الزملاء، وأعوذ بالله من كلمة، أنا يمكن حصلت ضجة كبيرة في كلامنا، وكثير زعلوا، بدل ما يعطونا شهادات شكر يزعلوا. فلا ضير أنه الجميع يتحدث الآن، لكن من علق الجرس هو برنامج كورة، وهذا اللي يحدث دائما بفضل الله عز وجل، لأنه الكوكب مختلفة هنا. حقيقة ترى ما بتكلم إلا على التحكيم، يعني فنيا يتكلموا فيها الزملاء، وتكلموا بيتكلم برضو كلام يعني عميق شوية. الأخطاء التحكيمية دائما يقال أنها جزء من اللعبة. الآن 7 جولات فقط لا غير، نرى أن اللعبة أصبحت جزء من الأخطاء التحكيمية للأسف، وفي 7 أسابيع فقط لا غير. كان التحكيم، كنا زمان قبل الفار نقول الحكم يتخذ قراره في جزء من الثانية فاعذروه، كنا نعذر، صح ولا لا؟ الكل يعذر، كان معذور معذور معذور، فعلا ما شاف، ما لحق، ما فعلا، والحكم بشر. نعم، الآن مع الفار الحكم يأخذ قراره على الرايق، يعيد اللقطة ويروح يشوف ويتناقش مع ناس جالسين كده متكين في مكتب، ويطلع القرار خاطئ أيضا للأسف أغلب القرارات. ما هذا؟ ما هذا؟ طبعا لن أكرر ما ذكرت ولن أكرر، لكن نتكلم شيء جديد. أبغى أعطي أمثلة فقط للجولة عشان نتكلم على الجولة. أعطيك أمثلة، مثلا أوريك الحكام حقونا كيف، يعني التعويض، ترى التعويض الحكم اللي يعوض، ترى أنت قاعد تزود أخطائك في المباراة، ما أنت قاعد تصلح أخطائك، قاعد تزود أخطائك. مثلا إلغاء هدف الهلال الشوط الأول، هدف الشوط الثاني، هدف ياسر الشهراني، هدف صحيح، جاء في نهاية المباراة بالتأكيد حسب تأنيب أو إنه أحد كلمه أو شيء، جاء في نهاية المباراة لم يحسب ضربة جزاء 100% لمين؟ للفتح. خلينا أعوض، خلينا أعادل الكفة. شوف شوف العقليات. الرائد، هدف الرائد، آسف الرائد، سوري الرائد، هدف، أعطيك لك بس 3 أمثلة هي. مثلا الثاني، هدف رودريغز في الوحدة، ترى والله لا ما أتكلم عشان وحدة، تعرفوني أنتوا يعني، والآن كلامي هذا والله ليس له علاقة بالوحدة أو بنادي أو بنصر أو بهلال، إحنا نتكلم في هذا البرنامج تحديدا، ويعلم الله ربنا يشهد علينا، للمصلحة العامة، وليس لنا مصالح في وصول لمناصب أو كذا أو ما إلى ذلك، ما لنا أي مصلحة إلا الإصلاح فقط لا غير. الهدف رودريغز شات الكرة وخر عنها، مرة واضحة اللقطة، رومارينو وخر عنها كذا باينة وراحت هدف، راح لكم الفار رجع لم يتداخل في الكرة، هو واقف اوف سايد، طب ليش وخر؟ وخر عن ايش يعني؟ مو عشان الكرة، عن شيء ثاني. لقطة هدف بلنت الاتفاق ضد النصر، راح الحكم للفار وروه لقطة الضربة فقط، ضربة مايكون، ما وروه الا قبلها وهي بينهم ثانية، يعني اقل من الثانية، بينما في لقطات في مباريات سابقة ترجع لدقيقة ورا، يمكن نشوف الكرة فين كانت وفين راحت. هذه أمثلة فقط، والأمثلة وكل المباريات فيها مشاكل وفيها مصائب للأسف. هذا كله ليش؟ لا بد أن تضع يدك على الجرح، لا بد أن تضع يدك على الجرح، ولا ترجو السماحة من بخيل فما في النار للظمآن ماؤون. الحكام عندنا إلا 1 أو 2 بالكثير مهيئين، عندنا مشكلة في التحكيم. تبقى تفرض الحكام غصبا عن الجميع، حتفشل نفسك انت كمسؤول، حتفشل نفسك وتفشل الدوري وتفشل كل شيء. ليش تسوي كذا؟ ليش؟